وصلتني رسالة الآن بالحاجة إلى استشارة طبية لمريض في غرفة العناية المشددة الذي حصل معه قصور كلية حاد، وأنا الآن في طريقي إلى غرفة العناية المشددة، وأغتنم هذه الفرصة لأشارك معكم تفاصيل الفرق ما بين القصور الحاد للكلى والقصور المزمن للكلى، لأنهما مرضين مختلفين بشكل كامل. أنا الدكتور أحمد أسامة الرفاعي، أخصائي بأمراض الكلية وأخصائي بغسيل الكلية من فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. القصور الحاد هو مرض يحصل بشكل مفاجئ، وفي 95% من الحالات ممكن عكسه ورد وإرجاع وظائف الكلية إلى ما كانت عليه قبل هذا المرض. يعني الحمد لله 95% من الحالات هو قابل للشفاء، وإذا حصلت الحاجة لغسيل الكلى فهي حاجة مؤقتة، و95% من الحالات يتماثل للشفاء. أهم الأسباب التي تؤدي إلى القصور الحاد وليس المزمن، القصور الحاد، أهم الأسباب وأدرجها التجفاف أو الديهايدريشن، سببه على الأغلب الغثيان، الأقياء، الإسهالات التي لا يمكن معاوضة السوائل عن طريق الفم، وبالتالي هذا يؤدي إلى قصور حاد. أحياناً أدوية معينة مثل الإيبوبروفين أو الدايكلوفينك، هذه الأدوية إذا لم تأخذ تحت إشراف الطبيب ممكن أن تؤدي إلى قصور حاد. أيضاً هذا المريض الذي أنا سوف أقدم الاستشارة له في غرفة العناية المشددة في الوقت الحاضر، هذا المريض عنده قصور حاد نتيجة صدمة إنتانية أو التهاب مجاري بولية يؤدي إلى الصدمة الإنتانية أو الصدمة الالتهابية، فالالتهابات ممكن تؤدي لهذا الشيء. في الوقت الحاضر نتيجة استعمال المواد الضليلية الوريدية مثل تشخيص الصمات الرئوية أو لتشخيص أمراض القلب أو لتشخيص تضيقات الشرايين في القلب أو تضيقات الشرايين في جميع أعضاء الجسم، ممكن نستعمل المادة الضليلية، هذه المادة الضليلية تؤدي إلى القصور الحاد في الكلى. وأخيرا وليس آخرا، أحيانا الناس اللي يعملوا بشكل شديد يحصل لديهم انحلال عضلات أو رابدوميالسيس، هذا الانحلال يؤدي إلى قصور كلية حاد، وأحياناً في حالات نادرة أدوية الكوليسترول مثل الستاتينز يمكن أن تؤدي إلى انحلال عضلات وقصور كلية حاد. المعالجة هي معالجة إعادة السبب الذي أدى إلى القصور الحاد، وأحياناً إذا حصلت الحاجة لغسيل الكلى هذه الحاجة مؤقتة، ومعظم الأحيان 95% من الحالات يحصل شفاء كامل. وإذا حصلت الحاجة للغسيل، الغاية من الغسيل الكلى ليس هو تنشيط الكلى، وإنما الغاية هي إعطاء الجسم وظائف كلية اصطناعية عن طريق الجهاز إلى أن تشفى الكلى من القصور الحاد. أما القصور المزمن وهو مرض مختلف بشكل كامل، هذا المرض هو مرض يتقدم بشكل تدريجي وغير رجعي، ولا يمكن إعطاء أي أدوية أو مواد لإعادة الكلى لوظائفها الطبيعية. الغاية هي تنقيص سرعة تدهور وظائف الكلية بالأدوية المختلفة مثل ACE inhibitors أو SGLT2 inhibitors. هذه الأدوية أثبتت الدراسات أنها تبطئ من تدهور وظائف الكلية، وهو مرض مختلف بشكل كامل، وهو مختلف عن المرض الذي أنا سوف أذهب أقدم الاستشارة الطبية في غرفة العناية المشددة لمريض عنده قصور حاد نتيجة صدمة إنتانية، التهاب مجاري بولية. أرجو من الله أن تبقوا بصحة وعافية، والله يحميكم ويشفيكم ويشفي الكلاوي. أنا الدكتور أحمد أسامة الرفاعي، أخصائي بأمراض الكلية وأمراض غسيل الكلية من الولايات المتحدة الأمريكية.